أعلن المتحدث باسم السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة أن 3 أطفال فلسطينيين استشهدوا في مجمع شفاء طبي نتيجة سوء التغذية والجفاف. وأضاف القدرة أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 23 شهيدا في قطاع غزة. ونوه القدرة إلى أن الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، مبينا أن العشرات يفارقون الحياة بالصمت نتيجة المجاعة قبل أن يصلوا للمستشفيات.